بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله. ربنا زدنا صدقا معك وطهرنا من الذنوب والخزايا وخطايا واجعلنا من خير من زكيت ومن خير من باركت. آمين يا رب العالمين. أما بعد، انظر من تعاطف مع أهل الباطل شرقا وغربا ممن يدعون الإسلام صغار وكبار، انذرهم لماحقة ستأتيهم في أي لحظة كانت، وسيكون منها خسران مبين بالنسبة لهم لأنهم ملصقين بالإسلام ظلما وعدوانا ولا يعلمون عن الإسلام شيء، يعني الإسلام هو براءة من كل منافق وكل معتد أثيم. ليس عندنا لا في تونس ولا في الجزائر من أحرار الإسلام من يعين أعداء الإسلام على حرب الإسلام، ليس هناك لا رجولة ولا فضولة ولا إنسانية في من ادعى الإسلام وهو مع أعداء الإسلام أبدا أبدا. وأنا نزيد نعطيكم آية كريمة من سورة النور، يقول ربي سبحانه وتعالى الآية دي 21: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لنا، إذا كان أنت من تعاطفت مع بني إسرائيل على حسنية ليس لك هذا، لأن المسلم ما يندفعش ما غير ما يعمل العقل وما يغير ما يكون صح شهادة. أنت تشهد للصهاينة وتشهد لعوانهم وأتباعهم بأنهم هم على الحق. هل كلاب شر يبدو هم من جلدتنا، هم من ديننا، هم من أنصارنا أو هم من أعدائنا الأبداء؟ ما تحل فمك سواء كان كنت محامي، ما تراك كان الناحية القانونية اللي يكون الإنسان ما يتمسش. سيدي وكيف الإنسان هو يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما دورك أنت كمحامي ولا كرجل قانون؟ ما دورك؟ دورك متغمض عينيك وتعطي الحق لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أدعوكم أن تحترموا أنفسكم وتضموا في أرحامكم وتقسموا روحكم حتى لا يشتد عليكم غضب المولى سبحانه وتعالى. واعلم أن ما تكون الآن قد يضرك في اللحظة التالية، لأنه لمس رسول الله عليه الصلاة والسلام أصبح في عدوان مع الله. وقرأ الآيات اللي يؤذي الرسول ويؤذي المولى والكل يسعى دائما في الكذب عليهما، شو مآله وشو صفاته. إذا أنتم يا كلاب العرب، وخاصة قاعدين في الكليات، أنتم ناس مضخمين أنفسكم بجنون العظمة، تراوا بروحكم أنتم أولى بالكلمة وأنتم حق بالدعوة وأنتم ما تخطئوش وأنتم ولدتوا أرباب. نحن لا نصدق هذا لأن نعلم أن مرضكم في قلوبكم وعقولكم. إذا نصيحة خاصة الإيمان بتاعكم ما يسمعش حد شيء. عائرات ما يجيوش عائرات، أدنى من العائرات. أما نتعاطف مع أعداء الله وهم يستعملون التقية ويستعملون الخبائث كلها والتورية والكذب والبهتان، لا يجوز لكم أن تستمروا بهذا الطريق. إذا كان فعلا أنتم تحبوا السلامة في الدنيا والآخرة فارجعوا إلى الله حتى يزكيكم من هذه الفتن ويحميكم من عذابه الأليم. نعاود الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. مش خطوة برك، خطوات، يعني الشيطان عنده مسار يمشي بها ولكمتكم ريكورد، يعني يربطكم بعقلية فاسدة بمنطق كاذب بتصور خاطئ خارج عن الواقع. هذا اللي قاعد يجراكم، ولكن اللي يحب يتسبلخ خليه ياكل راسه. يصير شتي ولاد الميريتي ولاد الشاشة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الله حين بنا تحضر، لأنه نقل إلينا
ما حدث مع أبوينا من طرف هذا القلب الإبليس الذي يأس من رحمة الله، فسمح لنفسه أن يغريكم وأن يضلكم وأن يتشمت بكم ثم يتبرأ منكم يوم القيامة. ولوموا أنفسكم، يقول لكم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر أو ربي سيدي فسر على قال لا تتبعوا، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، الفحشاء كله هو قبيح، فلا توسكي تيتيتيود، والمنكر توسكي نو اكسبتابل لو بلون مورال لو بلون ريزون، يعني اخذوا بالكم فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا مشي يستغل فيكم ويعطيكم كان السموم، او راح يعطيك كما تقول انت كادو بوزوني، يعطيك هدية ولكن هدية بمعنى يرحلك الى الجحيم، مغناطيس ولا سموم ولا جراثيم، الله اعلم جراثيم فكرية وعاطفية وهل ما جرى، لانه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، يعني كم صوت يرحم فينا حتى واحد منا ما يطهر من هذه الأبيات. لهذا الإثم الواحد، نحن الحمد لله أهل القرآن، ميزنا ربي بأن عنا بديهة وعنا نستشف من كلام الله حقائق ما لا تفيدنا في الدنيا والآخرة، فنحن ننقل إليكم هذه الثمرات الناتجة عن القرآن وتدبر آيات الحكيم. الآية الحكيم مش جاء للعب، الآية الحكيم جاء للتدبر وجاء للمصلحة الدنيوية والأخروية، ولهذا ما تبطوش مستوى القرآن إلى عقولكم الخبيثة المظلمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء وهو السميع، والله سميع عليم، ولا يسمع بكم ويعلم منكم جميعا، كيف لا يسمع ولا لا يعلم وهو الخالق، وهو الذي يمهيمن على النتر وما دونه وعلى المجرات كلها وما فوقها، وتحبوا ما ما يعرفش حالكم لا يسير، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. احترم نفسك احترمك ربي، ونحن شهداء عليكم، والله يتكلم منكم ويعمل منكم واللي ينقل الاكذوبه على الاسلام ولا على رسول الاسلام عليه السلام ولا كلاب الشيعه، مش الشيعه كلها اللي ما يسبوا يلعنوا في أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، منام كل منام الشيراء والعشب والعشاب إن لم يتوب، ونحن بالمرصد، والله اللي تثبت عليه جريمة كالسيسي ومن لف لفه عميل الاستعمار وعميل الصهاينة حقير، والله كلكم سنصفيكم إن شاء الله تعالى، سواء كان بالدعاء ولا بالممارسة الفعلية أي المحق، هذا شيء لابد منه. أنا ما تقولش الأمور الجسدية لها دور في الاستدامة، مش أمور فكرية كما تحبوا أنتم أمور تاع الراحة والكونفور، لا يا سيدي، إحنا لازم حمل السلاح نحمله، على سلاحنا روحي وعقلي ومادي وعسكري واللي تحب أنت، وعلمي كل، عندنا الكل إحنا تبارك الله بوليفالون، عندنا ما شاء الله كفاءات من كل فن، ولهذا اعتبروا روحكم يا كلاب الجزائر وكلاب تونس وكلاب مصر كلاب الفراعنات، لا موعد معكم في القريب العاجل ان شاء الله تعالى، وحذرتكم من قدومنا عن طريق ليبيا، ولا اقول الا ما اراه حقا، لان احنا عنا رب ما يكون الا الحق، وعنا رب ينصرنا وكان حقا على نصر المؤمنين، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، والسلام على من اتبع الهدى.